طلابي الأعزاء، بعد أن استمعنا وشاهدنا هذا الفيديو الجميل، استمعوا إلي وأنصتوا إلى ما سوف أقول. أنا طفل من سوريا، عمري 7 سنوات. أدرس في مدارس جيل المستقبل الخاصة بأكون. لماذا أنا أدرس؟ لماذا أنا أتطور؟ لماذا أنا أنجح؟ لكل منا هدف في هذه الحياة. ماذا تريد أن تصبح يا عثمان؟ طبيب أسنان. لماذا تريد أن تصبح طبيب أسنان؟ ما شاء الله. أحمد ماذا تريد أن تصبح؟ أحمد يريد أن يصبح تاجر سيارة. محمد ماذا تريد أن تصبح؟ دكتور. لماذا تريد أن تصبح دكتور؟ تعالج المرضى. ما شاء الله. تلاميذي، أسأل الله الكريم أن تكونوا صالحين مصلحين. آمين. ولا بد لكي نصل إلى هدفنا أن نضع اتفاقية ود بيننا، علينا أن نلتزم بها جميعا. وهذه اتفاقية الود هي عبارة عن القواعد الصفوية. أحافظ على نظافة صفي. أحافظ على نظافة كتبي وأدواتي. أرفع يدي للمشاركة والاستئذان. أنصت لشرح معلمتي. التزم بالجدول.